التنوع، التشدد، الإبهار، الاختلاف، التميز والتفرد، عبارات لطالما رافقوا الديفا سميرة سعيد بمسيرتها الغنائية اللي بتمتد لحوالي 50 سنة، واللي كرست خلالهم مدرسة فنية مستقلة وخاصة بعالمنا العربي. ابن الحلال، ابن الحلال، عذبتني باسم الدلال، عني أحد نسي يسأل ولعتني. بهالنوع من الأغاني السعودية والإماراتية دخلت سميرة سعيد قلوب وبيوت الخليج العربي لتعود وتقدم خلال مسيرتها مختلف اللهجات والألوان والأنماط الغنائية، لكن بيبقى للحضور الخليجي خصوصية كبيرة بأرشيفها، الأمر اللي تحدثت عنه للزميل فراس حليمة أثناء زيارتها الأخيرة للمملكة العربية السعودية. ديفا، أول شيء اشتقت لك ومبسوط أنك بالسعودية، جمهورك السعودي كمان مبسوط. يعني انت من اول النجمات اللي قدموا الاغنيه السعوديه، شو لفتك فيها بوقتها؟ الاغنيه الخليجيه هي قريبه من الاغنيه المغربيه، ايقاعات اللي هي اللي فيها سينكوب كتير، فتحس انه هي نفس المنطقه يعني، فعشان كده قريب مني. واحنا المغاربه بنغنيها حلو يعني، بنغني الاغاني الخليجيه كاننا خليجيين بالظبط، فعشان هي قريبه مني يعني، وهي يعني تشكل جزء من ثقافتي الفنيه كمان يعني. هيدا بالنسبه للماضي، اما بالوقت الحالي فالديفا غايبه عن الانتاجات السعوديه وعن هاللون اللي مر سنوات طويله وما قدمته، فهل بتفكر بالموضوع؟ طيب اليوم بعد كل هالانفتاح اللي صاير بالسعوديه وبعد كل هالحفلات اللي عم بتصير، وفتحت نفسك ترجعي تقدمي غنيه سعودية؟ ليه لا، والموضوع كان مطروح من زمان، بس هو دايما الحياة بتاخدنا في اتجاهات مختلفة وكده يعني، إنما من زمان أنا نفسي أرجع تاني الأغنية الخليجية، بتشكل جزء من تاريخي كمان وجزء من ثقافتي. فطبعا لا طبعا يهمني جدا الفترة اللي جاية أن يكون في تواجد من خلال بضع أغاني خليجية طبعا. على ما يبدو العودة للأغنية الخليجية أصبحت قريبة، وفي تعاون جديد ممكن يجمع الديفا بالموسيقار السعودي سهم. قدي حلو نسمعك مثلا عم بتغني الموسيقار سهم، اللي بعرف أنا أنه هو من محبينك وأكثر من مرة عبر عن إعجابه فيك، وطبعا اليوم بس نقول سهم يعني عم نقول أجمل أغاني خليجية وأحلى أغاني، فعبالك؟ عبالي كتير. ايه امبارح شفته؟ قعدنا مع بعض وخلاص، قلت له مش انا الاوان يعني، قال لي يعني هو جميل، شخصيه جميله. وانا امبارح قعدت ركزت معاه بالليل لما روحت الاوتيل، قعدت طلعت كل الارشيف بتاعه وقعدت اسمعه بتركيز يعني، فلا وسمعت كمان بيغني. لا لسه لما اشوفه بقى يعني، لا بيغني حلو حلو قوي يعني. طلبت منه شيء معين؟ اتفقتوا على شيء؟ لا لسه يعني، الموضوع كده يعني اللي هو كده الكلام مع الطاير، بس يعني لسه ان شاء الله يعني، بس اتمنى طبعا. حضور الديفا للسعوديه كان على هامش مشاركتها بليله صوت الارض اللي كرم خلالها صديق الفنان الراحل طلال المداح، وبالليله الديفا غنت رائع طلال تصدق ولا احلف لك. ومشاركة الديفا بهالليلة كانت تلبية لدعوة خاصة تلقتها من رئيس هيئة الترفيه السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ، اللي طالب بحضورها ومشاركتها وحرص على السلام عليها بكواليس الحفل. أكتر شيء لفتنا بحضورك لليلة طلال هو دعوة أبو ناصر شخصيا لإلك، يعني كل الفنانين بادروا وكتبوا انه نحن حابين نكون مشاركين بالليله التكريميه هيدي، انت ابو ناصر هو طلب، قال بليز انه نبي سميرة سعيد. كانت حلوه قوي دعوته، كانت بجد مشرفه جدا ودفت لي قلبي يعني بجد، وبسطت يعني بسطت انه هو يعني هو بادر، وانا طبعا لما حد بيدعيني طبعا لا يمكن تحت اي ظرف ان انا ما لبيش الدعوه، بالعكس انبسطت وتشرفت، ويكفي انه خلاني اشوف اللمبة الحلوة دي يعني بجد. وشفته انا هو عم بسلم عليك، شفته عم بيقول انه عاوزين نشوف الديفا بالسعودية اكتر بحفلات اكتر، فان شاء الله الفترة الجاية رح تكون يعني ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء اتمنى. بعيدا عن الاغاني الخليجيه، الديفا عم تحضر عمل جديد ولكن هالمره بشكل مختلف جدا. فالحنين رح يرجع للون الطربي اللي لطالما ابدعت فيه وتالقت، وخاصه باغاني خالده مثل الجاني بعد يومين ومش حتنازل عنك وغيرهم الكتير. شو في اشياء جديده عم نحضرها؟ بس رح انزل باغنيه طربيه، يمكن بقالي كتير قوي ما نزلتش بطرب. كتير كتير جدا دخلت في المغامرات الفنيه، وانا بحب دايما بحب التشالنج، بحب التحدي، وبحب الشكل الاغنيه يبقى بيروح في مسارات مختلفه وكده. انما بحب يعني حنيت شويه، حنيت للاغنيه الطربيه، وان شاء الله نازلين في خلال مش هقول الايام اللي جايه، لا قدامنا شهر تقريبا ان شاء الله. بالنسبة للديفا، صناعة الأغنية اليوم اختلفت عن امبارح، والموضوع أصبح أصعب مع الاختلاف الدائم اللي عم بتعيشه الأغنية بالعالم العربي. اليوم طبعاً الكل بيقول إنه سميرة سعيد كل عمرها هي تصنع الترند، هي تصنع التجدد، هي تقدم الأغنية اللي تتحول للناس تمشي وراها. اليوم بهالخفقة الكبيرة اللي عم بتصير بالوطن العربي بالأغاني بصناعة الأغاني، قديش صار الموضوع صعب؟ يعني هو صعب بدون شك إنه صعب، بس انا دايما يعني باخد التحدي وما بعرفش، ما بقتش بفكر ممكن الاغنيه دي تنجح ما تنجحش، وحتى لو مثلا هي ما بقتش في مستوى توقعاتي ما بزعلش، انه دي في الاخر انا بالنسبه لي بعتبرها تجربه عشان ما ازعلش. فاهم ازاي؟ بعتبر انه دي موجوده وتجربه، ممكن دلوقتي مش مفهومه بس بكره ممكن يبقى ليها شكل مختلف، وممكن تبقى فاول موضوع الصعوبه في النجاح الكبير، لانه طبعا الموضوع بقى يعني في 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 اختلافات اذواق كتيره، يعني في ناس بتحب الشعبي وناس بتحب البوب وناس بتحب والدنيا متفرقه يعني، وناس بتحب الخليجي بس وناس بتحب المغربي بس، وفي توجهات انه كل واحد بيحب حاجته اكتر. فلو اقول لك لا مش عارف، والناس بتحب المصري بس، فاصبح الدنيا شويه نسيتي ولا مره واللبناني يا حبيبي. اه طبعا والله مش عارفه هي ليه ما ظبطت، حظي وحش. انا عايزه اعرف ملحنين لبنانيين رح يموتوا يعملوا معي، يا ريت والله. سليم عساف كان عم بيقول لي انه واحده من احلامي انه سميره سعيد تغني لي غنيه. والله انا احلامي اغاني لبناني، هات لي اي اغنيه حلوه وانا من بكره اعملها والله. بس هي قصه انه مش عم توفقي بغنيه، مش بتوفق بحاجه يعني. حتى انا اخر مره كنت بكلم انا ونضال، فبقول له عايزين نجيب مثلا في شاعر حلو قوي اسمه الملا علي المولى. علي المولى سوري انا ما بقى انا اسفه والله. انت بتعرفي علي المولى الكبير اللي هو خالد؟ ايوه بالظبط كده، ايوه بالظبط. فتقريبا هم حكوا مع بعض بس ما وصلناش لحاجه للاسف يعني. بس والله لو يعني انا بقولها على العلن دلوقتي، لو في امكانيه بالعكس انا حابه سعيده جدا ان شاء الله. وبالحديث عن الاغاني، كان لابد ما نتطرق للقاء الديفا مع زميلاتها النجمات بكواليس حفل صوت الارض. خبريني شوي الكواليس كيف صايره هون، يعني طبعا في نجمات كتير اصدقاء لك صار لك سنين ما شفتيهم، مين شفتي هيك وتفاجئتوا ببعضكم وكيف كانت؟ لا هي اللمه حلوه بصراحه، هي لمه حلوه والحمد لله، انه في فايبس حلوه، في انرجي كويسه، ونخش على اوض بعض. ولا لذيذ مع نجوى، شفتك مع انغام القنوات الكويتيه. لا بجد يعني في اجواء حلوه كتير، وانا بحب يعني بحب العلاقات تبقى طيبه ودافيه. على سيره العلاقات الطيبه والدافيه، وانت معروف عنك انه دائما بتقربي وجهات النظر ومحبه وقريبه، وانت صديقه قريبه كثير من اصاله، من اغلى اصدقائها، وكمان صديقه قريبه كثير من انغام. ما حاولتي تعملي هيك بما انه هلا كلهم مجموعين هون، حاولتي تعملي شويه تقريب وجهات نظر؟ ما جبناش سيره عشان يعني بقلق من المواضيع الحساسه شويه. بس والله لا تنجح معك الموضوع. اتمنى والله اتمنى، لانه فيش حاجه تستاهل في الحياه والله ان الواحد يزعل قوي يعني. يعني الحياة بتمر واللي هي الرحلة قصيرة، فدايما عندي أنا الفلسفة دي إنه مش زي ما انتوا بتقولوا بلبنان مش محرزة.
مش كده؟ صحيح اسمها مش محرزة؟ مش محرزة. زيارة سميرة سعيد للمملكة العربية السعودية ولدت تساؤلات كتير عن صديقة بداياتها الفنانة عزيزة جلال واللي هي مقيمة بالمملكة من سنوات طويلة، فهل جمع بينهم لقاء أو اتصال مؤخرا؟ بما أنه نحن بالسعودية طبعا صديقة بداياتك عزيزة جلال موجودة بالسعودية، بس يمكن هي بجدة بتخيل صار في تواصل بيناتكم؟ بنتواصل بالشات كل في الأعياد بنعيد على بعض. لما بتعمل حاجة حلوة يعني ببعت لها، وهي كمان ست مجاملة جدا 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 وجميلة وقلبها حلو، ورجوعها بالنسبة لي والله كان حاجة تدفي القلب بصراحة يعني. وبالختام فراس سألت ديفا سؤال دار بأذهان كل المشاهدين لما يتابعوها بأي لقاء أو كليب أو إطلالة، السؤال اللي الناس كلها بتسأل بس شوف صورك، شو بتعمل سميرة سعيد؟ كيف بتعيش؟ شو السر لحتى بتضلها هالقد شباب وبتضلها هالقد حلوة وبتضلها هالقد محافظة على حالها وبتضلها هالقد شاينينج كل الوقت؟ أعطيهم السر، خليهم إني السر مش عارفة إيه السر يعني. لا أنا بحب بس ما أعرف شكرا بس. أوكي. يعني أهم شيء إن الواحد هاي بتحبي من المحبة ومن الحب؟ من المحبة مش من الحب. حب إيه يا ابني؟ حب إيه يا ابني دلوقتي يعني؟ اللي جاي تقول عليه دلوقتي. قلبك شاب وبيلبق لك حبيب. لا طبعا، لا هو هي المحبة وخلاص يعني. وطبعا الوسطية في كل شيء يعني، يعني مش هقول لك لا طبعا، ما باكلش كتير، ما بنامش كتير، ما بعملش، كل حاجة بتاخد حقها عندي يعني، فيش مبالغة في أي شيء. بس الصحة والعطاء المستمر والشباب الدايم أمنيات بتراود جمهور الديفا ومحبينا وكل متذوقي فن الراقي، على أمل الغيب مطول والأغنية القادمة تكون قريبة.